مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أنواع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا وجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. تعتبر الدببة حيوانات رائعة ومثيرة للإعجاب، معروفة بضخامتها وقوتها البدنية وذكائها وقدرتها على التكيف مع مختلف البيئات. فهي موجودة في أجزاء كثيرة من العالم، من الغابات المطرة إلى المناطق القطبية. تعتبر هذه الحيوانات من عائلة الثدييات والتي تنتمي إلى نظام آكلات اللحوم، مما يعني أنها تأكل الكثير من اللحوم وبعض الأمثلة على الطعام الذي يستهلكه الروس. تمتلك هذه الدببة حاسة شم شديدة للغاية، ولا يمكنها أن تفوت الطعام حتى ولو كان على بعد أميال. أما إذا تعلق الأمر بسرعة، فاعلم أن الدببة السوداء قادرة على الجري بسرعات تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، وبالتالي فهي أسرع حتى من العديد من الرياضيين البشر القادرين على تسلق الأشجار والجبال التي تكيف عليها. فمثلا أن تتسلق هذه المرتفعات من أجل التقاط معز الجبل ليست بالمهمة السهلة بعد كل شيء، إذ يعتبر الماعز الجبلي حيوانات تتسلق أماكن شاهقة على الصخور، فلا يكاد أحد يصدق ذلك، إذ لا يمكن لأي حيوان المغامرة بحياته من أجل اصطياد هذا النوع من الحيوانات في هذه الأماكن. إلا أن هذا الأمر يختلف تماما عندما يتعلق الأمر بالدببة. في هذا المقطع سوف نشاهد كيف خرج هذا الدب منتصرا. اتسلق جبلا كبيرا بحثا عن هذه الماعز وأخذ طعامه بعد عدة ساعات من البحث والانتظار. حقا استطاع هذا الدب وبعد عدة محاولات من اقتناص هذا الماعز والحصول على وجبة غذائه دون أن يبالي بحجم التهديد الذي كان معرضا لها. بالأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دعم وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.